كنت شايل حاجه تانيه مهمه جدا فاكرها ولا نسيتها؟ لا ده هو ده هو لمس معايا ده هو جاي ده هو جالي في نفس جالي في منطقتي جالي في نفس الحته. لا الموضوع كده اكبر من كده بكتير. موضوع قصه القيد في الزمالك اكبر من كده بكتير. القصه مش بس اتحاد الكره وافق ولا ما يوافقش، اللي هو بالمناسبه ما يقدرش اتحاد الكره، ما يقدرش يعني ما يقدرش يفتح القيد للزمالك طول ما الدوري شغال. ما يقدرش، مش مزاجه. لو واحد اتحاد دولي يقول لك مسابقه شغاله تفتح ازاي؟ هتفتح الويندو نفسه عشان تعيب بالذات اللعيبه الاجانب، لازم اتحاد دولي يفتح لك. انت ليك مواعيد بتبعت كاتحاد مصري الدوري خلص في اليوم الفلاني ده علشان خاطر هتفتح القيد في التوقيت ده، فالاتحاد الدولي بيفتح لك الويندو بتاعك الدوميستيك تي ام اس او الدي تي ام اس بتفتح لك في مصر عشان تقدر تعيد لاعبين. فهي اداريا مش هتنفع الا لما الدوري يخلص. ماشي، قدرت تخلص الدوري دي قصه ثانيه، ومش طبعا مش ما يقدرش يخلص الدوري قبل كده عشان ماتشات الاهلي يعني. ده جزء. طيب ده عشان البطوله العربيه والناس بتسال على قيد الزمالك، قيد الزمالك لاي لعيب جديد في البطوله العربيه. طب تعال نشوف اساس القصه اصلا ايه يعني. الزمالك عنده مشكله، الناس كلها عارفه ان الزمالك عنده مشكله ممتده من 2015 لحد النهارده، بنتكلم على 8 سنين في قضيه شيكابالا وسبورتنج لشبون، والزمالك عليه عقوبه كانت ب 500,000 دولار في 2015 بعد واقعه 2015، وابتدت القضيه راحه جايه لحد ما ابتدى سبورتنج لشبونه يصعد في 2021. في نوفمبر كان اول تصعيد من سبورتنج لشبونه. في يناير صدر قرار طلب الزمالك حاجه اسمها الصيغه التنفيذيه، جات له في مارس 22، قال انه الزمالك عليه عقوبه 1,450,000 دولار، يعني 1.5 مليون زائد 30,000 فرنك سويسري غرامه. فبنتكلم على 1.5 مليون دول تم اقرارهم في مارس. الزمالك راح استأنف على القرار، مش من المحكمه الرياضيه الدوريه كاس، راح للجنه التاديبيه علشان يستأنف على القرار، يا اما يتم الغاء العقوبه او تاكيدها. ونسي الزمالك انه اصلا لجنه التاديبيه ما فيش في ايديها اي حاجه ان هي تناقش القرار الاساسي الا اذا جد جديد ينفي الوقائع نفسها اللي تم اقرار العقوبه عليه. طيب فضل القصه ماشيه من مارس 22 الى 1 مايو 2023، ومعانا المستندات لو تتعرض واحنا بنتكلم انه في 1 مايو 2023 القول الفصل، لجنه التاديبيه قالت انه اترفض كل طلبات الزمالك، تم اقرار ما تم ذكره في الفقره 3 نعرضها في القرار بتاع يناير 22 اللي وصل الزمالك في مارس 22، يعني من سنه وثلاث شهور، اي الفقره رقم 3 انه الزمالك خلاص قدامه ديدلاين لمده 30 يوم بتاريخ 1 مايو بعد انتهاء كل الخطوات الاستئنافيه دي، احنا عاملين عليها هايلايتنج اهي، انه ان الزمالك قدامه 30 يوم المفروض من 1/6 من 1/6. وهقف لك عند نقطه وانا بقرا لك النقطه الاخيره، لا رجعها لي تاني، رجع لي نقطه رقم 3 تاني. بيقول لك انه ذا ترانسفير بان ويل بي امبلمنتد اوتوماتيكلي، يعني بعد انتهاء ال 30 يوم انت ما تستناش مني قرار تاني، بعد ال 30 يوم قرار منع القيد يتم تنفيذه اوتوماتيك، ما تستنانيش. بيقول لك ايه؟ على الصعيدين ناشونال اند انترناشونال ليفل، الوطني والدولي، تمام؟ عن طريق مين؟ ذا ايجيبشن فوتبول اسوسيشن والفيفا الاثنين، الاتحاد المصري والفيفا الاثنين هيطبقوا الكلام ده اوتوماتيكلي. حلو، بص بقى دي without a further formal decision، انت مش محتاج مني حاجه بعد الورق ده، يعني ما تستنانيش تقول لي انا عايز صيغه تنفيذيه، وما تستنانيش تقول لي انا عايز ورق تاني ولا قرار تاني. وبناء عليه كان من المفترض ان يتم ايقاف قيد الزمالك 1 يونيو الماضي، يعني عفوا من 24 يوم او 25 يوم. فالزمالك قدامه دلوقتي مشكله اكبر بكتير. بالمناسبه مش فرق بس ما بين ده عشان الناس ما تتخضش، الزمالك دلوقتي مشكله كبيره، لكن الفرق ما بين ايقاف القيد بتاع الزمالك اللي فات ايه وده؟ ايقاف القيد الثاني كنت دفعت ما دفعتش انت موقوف قيدك، تمام؟ في القصه بتاعت حاتم بتاعت حسام اشرف، المره دي لا، المره دي تدفع تدفع القيد يتفتح. ايوه يا اخي بقى انت ما هو لازم يفرق عشان الناس الحياه على جماهير الزمالك، يعني قول لهم مخرج، هو المخرج يعني دلوقتي الوحيد ما تسودهاش تاني. المخرج الوحيد انه مع فتح باب القيد الزمالك مش هيقدر يعيد اي لاعبين. طب الزمالك يعمل ايه عشان يعيد اي لاعبين؟ لازم يسوي هذه القضيه ويتبعت مستند من الاتحاد المصري على انه يستلم المستند ده
ويبعتوا للاتحاد الدولي ويقولوا والله يا جماعه انا فاتح لهم السيستم لان هم سووا القضيه ودفعوا $1,450,000 لسبورتنج لشبونه. سريع سريعا في الحته ديت يا كريم، اما قلت لك اوسوريو قعد اوسوريو طلب قصتين يتوضحوا له، قصه القيد وقصه القيد في البطوله العربيه. فالزمالك على علم بقصه القيد في ازمه شيكابالا، والكل داخل الزمالك يعلم هذا، ولكن المعلومه اللي عندي ان لحد امبارح وممكن كمان النهارده الزمالك لم يتلقى خطاب بايقاف القيد ولا من الاتحاد الدولي ولا من الاتحاد المصري، والزمالك يعلم ان في الطريق خطاب بايقاف القيد في قصه شيكابالا. اول خطاب انا لا ما انا بقول لك بس ما وصلش رسمي. احنا برضو بنتكلم رسمي يعني، احنا قبل الهوا وانت كنت قاعد انا عملت تليفون تاكدت في القصه دي، ما وصلش خطاب رسمي بايقاف القيد، ولكن اللي اتقال لي ان احنا عارفين ان الخطاب هيجي، يعني معلومه مش جديده يعني، والزمالك هيخلص القصه عشان يأيد لعيبته. وبرضو الناس بتقول هل ينفع يسوي مع سبورتنج لشبونه؟ سبورتنج لشبونه قافل كل الحلول يعني، وعارف لا يسوي بس ما يسوي ما يسوي لا، احنا بنتكلم ان يجدول يجدول مش ودي، هو هيجدول ياخد مثلا 500 في 500 في 500 اللي اتقال لي يعني لا صعب، لان هم القصه بقى لها سنين وهم مش يعني مش هيعرضوا اصلا يقعدوا معانا من الاساس. فالزمالك هيتحرك يدفع 1.5 مليون هيدفع طيب.